اختتمت قبل يومين بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين التي نظمها الاتحاد الدولي للملاكمة العربية يومي 28 و29 من الشهر المنصرم. من جديد كانت حضرموت عنوان نجاح يحسب للشرعية باحتضانها لهذه البطولة التي كان مقرراً أن تقام في المكلا، ولأسباب أمنية وفنية نقلت إلى سيئون. البطولة أقيمت بمشاركة 28 بطلاً مثلوا أكثر من 20 دولة. فوجئ الجميع بمدى استعداد حضرموت لاستقبال الضيوف وتنظيم هذه البطولة، ولقي تنظيمها استحساناً لدى الجميع، ولم تخلو كل الكلمات تقريباً من الإشادة بنجاح الاستضافة. ثمة رسائل عديدة يمكن فهمها من هذه البطولة، لعل أهمها قدرة اليمن على التعافي والنجاح رغم كل التحديات. ما الذي يعني تنظيم بطولة عربية عالمية في اليمن في ظل هذه الظروف؟ هذا التساؤل سيكون محور حلقتنا من بين قوسين هذا الأسبوع، وسيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة المؤقتة عدن ضيفنا الكاتب الصحفي سامي الكاف، ومن سيئون سيكون معنا الوكيل المساعد بحضرموت لشؤون الوادي والصحراء رئيس اللجنة التحضيرية للبطولة السيد عبد الهادي التميمي، ومن الرياض المنسق الإعلامي بمكتب وزير الشباب والرياضة السيد ماجد الطياشي، ومن سيئون علي باشعيب مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي حضرموت. إذن مشاهدينا قبل البدء نذهب لمشاهدة هذا الاستطلاع. أنا شخصيا يعني أعتبرها بطولة جيدة رغم الظروف التي تعانيها البلاد. طبعا البطولة هذه نتمنى إن شاء الله أنها تفتح آفاق كثيرة جدا لاستضافة عدد من البطولات في كثير من الألعاب، ونخص بالتحديد البطولة الأكثر شعبية في العالم وهي بطولة أو كرة القدم. من ناحية البطولة أنها قد تكون نشطة الواقع الرياضي في الوادي، أنا أقول أن البطولة عبارة عن بطولة ملاكمة، والملاكمة هذه أن حقيقة عندنا في الوادي غير موجودة وغير مفعلة في نوادينا، وإنما هي قد تؤثر أو قد تعمل على تنشيط اللعبة ممكن بالنسبة بسيطة جدا. البطولة تعني الشيء الكثير، أولا إرسال رسائل للعالم الخارجي أنه الحمد لله حضرموت بلاد الأمن والأمان، بلاد الحضارة والتاريخ. أيضا على الظروف الصعبة تعيش الناس الأجواء الملاكمة، واللي هي لأول مرة يشاهدها الجمهور الحضرمي أو الجمهور اليمني في مثل هذه، لكي تنتشر هذه اللعبة في أوساط الشباب. الشيء الثاني أيضا تدريب الكادر اليمني المحلي على تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبيرة، وتنقل صورة للعالم الخارجي أنه فيه كوادر يمنية، كوادر حضرمية، كوادر من أبناء الوادي مؤهل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قيمة بطولة الملاكمة العالمية في سيئون في ظل ظروف صعبة اقتصادية للغاية، عدم توفر الغاز المنزلي، أزمة مشتقات نفطية، ارتفاع أسعار، ولذلك نحن نطالب الحكومة بالنظر بعين الرحمة والشفقة لهذا الشعب المسكين. والله قد عانى الشعب أكثر من عام 2011 ونحن نعاني. إلى متى؟ وإن شاء الله نشوف القريب العاجل انفراجة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. طبعا يعني حدث مثل هذا في حضرموت شيء جميل. يعني احنا ما نظن انه المساله يعني هي شيء طيبه، والناس تتمنى انه يكون حضرموت قبله للسواح وللناس ولكل العالم. وحسب ما يعني حسب ما هو مطروح في موضوع هذه الحدث الرياضي هذا، انه حضرموت مدينة السلام وهكذا، لكن احنا نرى انه يعني يفترض انه تثبيت هذا المفهوم ولا تثبيت هذا التصور اللي نحاول نسوقه للعالم انه يكون صحيح، يكون حقيقي، مش انه يكون عكس هكذا، انه الواقع غير.
إذن مشاهدين، هذا كان استطلاع من محافظة حضرموت حول نجاح هذه الفعالية وحول الأنشطة الرياضية بشكل عام في محافظة حضرموت. أرحب بضيوفي، أرحب أولا بالوكيل المساعد بمحافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء رئيس اللجنة التحضيرية للبطولة السيد عبد الهادي التميمي، وأرحب أيضا بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة المؤقتة عدن الكاتب الصحفي سامي الكاف. وأبدأ مع السيد سامي الكاف. سيد سامي، أسعد الله مساك بكل خير. مساء الخير ومساء النور لضيوفك والمتابعي القناة. أهلا بك سيد سامي. إذن بطولة أقيمت في حضرموت ويعني نجحت بشكل كبير من حيث التنظيم ومن حيث أيضا حضور المشاركة اليمنية في هذه البطولة. يعني كمواطن أو متابع، يعني كيف تلقيتم خبر أن تكون حضرموت حاضنة لبطولة بهذا الحجم في ظل الوضع الذي تعيشه البلاد؟ طبعا مجرد الحديث عن استضافة بطولة في حضرموت في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن، طبعا شيء إيجابي بكل المقاييس في السياق العام. لكن استضافة مثل هذه البطولات الآن بالنظر إلى الأحداث التي تمر بها اليمن وحضرموت كجزء من هذه اليمن يعتبر مفاجئ، يعني من حيث أنه ليس هناك أي مبرر لاستضافة مثل هذه البطولات، والناس في حضرموت وغير حضرموت يعانون في كثير من حياتهم اليومية، وبالتالي مجرد الحديث عن استضافة بطولة، أي بطولة بغض النظر عن كونها هذه البطولة لا علاقة لها بالمواطنين في حضرموت أو لهم علاقة بذلك، وأقصد أنه هذه البطولة هي جديدة عن للممارسين الرياضة في حضرموت بالذات وفي اليمن بشكل عام. وبالتالي فإن استضافة مثل هذه البطولات الآن في هذا التوقيت يعتبر مفاجئ ولا مبرر له، حتى من حيث النظر إلى النتيجة المرجوة من استضافة هذه البطولة، بحيث يتساءل المتابع العادي فما بالك بالرياضي المختص، ما الجدوى الحقيقية لاستضافة مثل هذه البطولة، والعائد التي من المفترض أن يلمسه الرياضي قبل المواطن العادي. أرجو أن أكون قد وضحت الصورة التي أريد الحديث بها عن هذه البطولة. نعم، إذن ابقى معي سيد سامي وأذهب لضيفي السيد عبد الهادي التميمي الوكيل المساعد بمحافظة حضرموت ورئيس اللجنة التحضيرية لهذه البطولة. سيد عبد الهادي، أسعد الله مساك بكل خير. مساء النور، أحييك أخي وأحيي كل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. أهلا بك سيد عبد الهادي. إذن بطولة عظيمة وحققت نجاح كبير في حضرموت ولاقت استحسان الكثير، يعني دعنا لو بدأنا من حيث الفكرة، يعني كيف تأسست فكرة أن تكون حضرموت هي حاضنة لهذه البطولة؟ هل كان هناك تحضير مسبق وعلم مسبق لديكم بهذا أو بهذه الفكرة، أم أنه يعني كانت مفاجئة بالنسبة لكم؟ أسعد الله بالخير مساءكم، وأحيي أيضا المتداخلين معنا في هذا البرنامج. الحقيقة هناك ترتيب مع وزارة الشباب والرياضة لإقامة بطولة دولية في حضرموت، فكان الاختيار لمدينة المكلا كحاضنة لهذه البطولة. وأثناء زيارة الأخ رئيس الاتحاد الدولي لسيئون أولا عبر المطار طبعا، وطلع على بعض المنشآت الرياضية وذهب إلى المكلا، ولكن وجد أن سيئون ربما بنيتها التحتية مناسبة لإقامة مثل هكذا بطولة. نحن طبعا تفاجأنا باختيار سيئون قبل البطولة بما يقرب من نصف شهر، يعني 15 يوم. ولما شفنا أن البطولة لن تقام في المكلا،
بإمكانية إقامتها في سيئون. تشاورنا يعني كقيادة السلطة المحلية واتفقنا بأننا بأن نقبل التحدي رغم الفترة القصيرة جدا بإقامة هذه البطولة، وكان على عاتقنا أن نحمل سمعة اليمن وسمعة حضرموت وأهلها فوق رؤوسنا. وبالفعل تشكلت لجنة تحضيرية مباشرة وعملت على مدار الساعة حتى انتهاء البطولة. نعم. لكن بالنسبة للوقت سيد يعني عبد الهادي، لو كانت نجحت الفعالية وأقيمت في المكلة، الفترة التي أبلغتم بها قبل هذه الفعالية بالنسبة للمكلة هل كانت كافية؟ إخواننا في السلطة المحلية في ساحل حضرموت هم يمكن قبل عدة أشهر عندهم اطلاع بأن هناك بطولة بتقام في المكلة. نعم. نحن طبعا كلنا جزء واحد، وبطولة تقام في المكلة هي تقام يعني نحن نعتبرها في سيئون. طيب يعني 15 يوم سيد عبد الهادي، 15 يوم قبل البطولة بسيئون ربما هي فترة قليلة جدا إذا ما يعني قارناها بفعالية بهذا الحجم، فعالية عربية ودولية. يعني هل يعني بتقييمكم نجحت اللجنة التنظيمية في تقديم الحفل أو إعداده بالشكل المناسب، وهل وجدتم رضا واستحسان الحاضرين بشكل يعني يجعلكم يعني مستريحين من ما قدمتوه؟ نحن نقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم. ففي وادي حضرموت كادر رائع جدا يعمل بروح الفريق الواحد. نعم. هذا الكادر أتشرف أنا شخصيا بالعمل إلى جانبه وأتعلم منه. نعم كلفت برئاسة اللجنة التحضيرية، وكنت في الحقيقة يعني كنا نعمل بروح الفريق بانسجام بالغ. هذا ساعدنا كثيرا بالإضافة إلى تكاتف المجتمع المحلي معنا. نعم. الحقيقة نحن لن نقول بأننا راضون عن التنظيم لأننا نحن المنظمون، لكن نتركها وبإمكانكم أن تطلعون على رأي المشاركين. بالنسبة للضيوف يعني أنتم أقرب الناس إليهم سيد عبد الهادي، ربما استمعتم إلى ملاحظاتهم وانطباعاتهم من خلال الحضور والمشاركة، كيف وجدتموها؟ هم جابوا لنا كلام جميل، عفوا يعني هم جابوا لنا كلام يعني ما كنا نتوقع أن نسمعه، بل جميل. هم حذروهم حتى دولهم حذرتهم أنهم يأتوا إلى اليمن وإلى سيئون، ولكن أصروا على أن يأتوا إلى سيئون في بطولة مساندة للشرعية. لاحظ هذا، نحن طبعا لا يمكن أتردد وهي تحت برعاية فخامة الرئيس. نعم. فكنا نريد أن نتشرف ونقدم شيء يشرف الناس، طالما وأننا حرمنا كنا دائما نسمع بالبطولات حتى ونقيمت في اليمن هي من نصيب صنعاء أو عدن. نعم. حضرموت لم تحظى بتنظيم بطولة واحدة عربية أو دولية. نعم. على الإطلاق اليوم حضرموت أثبتت في فترة قصيرة بأنها تستطيع أن تقدم شيء مبهر. السبق وأن نظمنا بطولة وطنية هي مونديال الأولمبيات التي نظمت في الأولمبيات الوطنية يعني التي نظمت في تريم قبلها، وهي برضو يعني نقلت من عدن وخلال 6 أيام قبل البطولة ب6 أيام، رغم أن هناك محافظة عدن تحضر لها عدة أشهر لهذه البطولة، وقبل 6 أيام أبلغنا بأنهم يريدون الانتقال إلى تريم، ونظمت في تريم على أفضل وجه، وهذا الكلام قالوه الكثيرين. واليوم نعم. هذه سيئون، وأهل سيئون وأهل الوادي بشكل عام قد أظهروا بأنهم جميل عند مستوى الحدث الحقيقة. جميل. نعم. سيد عبد الهادي تكرم بالبقاء معي، وأعود لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة المؤقتة عدن السيد سامي الكاف. سيد سامي، يعني إذا ما أتينا لتقييم النجاح الفعالية، يعني كما وجدنا ردود الأفعال بأنها حققت نجاح مرضي لدى الجميع، من يعني هو اليوم نستطيع القول أنه صاحب النجاح الأكبر فيما حدث في حضرموت؟ هل
يعني يمكن القول وزارة الشباب والرياضة أم الشرعية أم أبناء حضرموت أم يعني من صاحب النجاح الأكبر بوجهة نظرك؟ طبعا أكيد الناس المنظمين على أرض الحدث هم الذين قاموا خلال هذه الفترة البسيطة اللي هي تقترب إلى أسبوعين بتنظيم الحدث، وهم بالتالي هم الأولى بقطف ثمار نجاح التنظيم. لكن ما أود أقوله أنه الموضوع من أساسه قائم على أساس خاطئ، بمعنى أنه عندما نريد أن نستضيف بطولة رياضية فأن الثمار المفترض جنيها من هذه الاستضافة المفترض أن تصب في صالح رياضي وممارسي هذه اللعبة. أنت الآن تتحدث عن لعبة لا وجود لها في حضرموت، فمن الطبيعي المتابع يتساءل ما الجدوى من استضافة هذه البطولة في هذه المنطقة التي لا تمارس هذه اللعبة. أما من الحديث عن نجاح الحضارم في استضافة هذه البطولات فلهم سوابق سابقة مشهود لها بحسن التنظيم، وكنت أنا قبل حوالي 9 سنوات عندما استضافت تريم عندما كانت عاصمة الثقافة قدمت نموذج على قدرة الحضرمي في استضافة الأحداث الكبيرة. لكن يعني كيف يمكن لأبناء حضرموت الاستفادة من هذه البطولة؟ أنا أتحدث عن جدوى من استضافة بطولة لا مبرر لها من حيث الاستضافة. طيب يعني البطولة أن تصل الفكرة لك أنت كمقدم للبرنامج. أنت تتحدث عن بطولة لا وجود لها عند ممارسة. جميل ولكن البطولة الناس الموجودين في حضرموت يجب أن يتم النقاش في هذا السياق. طيب البطولة نجحت، ما الجدوى الآن من الرياضيين يستمعون إلى نقاش عن استضافة بطولة لا أساس لها في أرضهم؟ طيب جميل نحن سنأتي في أساساً سنأتي لا تستبق سيد سامي سنأتي في هذا الإطار، ولكن النقطة الأهم يعني هنا البطولة نجحت سواء كان يعني لا حضور لها ولا وجود لها بحضرموت. نحن ما بعد هذه البطولة كيف يمكن استفادة أبناء حضرموت من حدث كهذا لقادم الأيام فيما يتعلق بهذه البطولة أو ببطولات أخرى؟ أكيد المفترض أنه الآن يعني على صعيد الحديث مثلا عن الشق المالي، مثلا من المفترض أن تكون هذه البطولة استطاعت أن تجمع قدرا من المال يصب في مصلحة الحركة الشبابية والرياضية في حضرموت. هل لديك علم بما تم حصده من مبالغ تصب في رياضة حضرموت؟ لا طبعا، الناس الذين القائمين على استضافة هذه البطولة قاموا استضافة البطولة وأخذوا زي ما يقولوا شنطهم وغادروا البلاد. نعم. إذن أنا كيمني قبل أن أكون رياضي أو متابع أو صحفي أو إعلامي، نعم، ينبغي أن أطرح هذه الأسئلة التي تبحث عن الفائدة من هذه البطولة في مصلحة حضرموت واليمن عموما. هو ربما في الغالب بغض النظر يعني عن الجانب هذا التساؤل مع الشرعية هذا التساؤل سيد سامي هذا التساؤل سأنقل هذا التساؤل لا مجال للنقاش حولها. طيب سأنقل هذا التساؤل لرئيس اللجنة التحضيرية، هو موجود معنا حاليا وهو من سيجيب على مسألة الجانب المالي، وهو ما أظن أنا أنه يفترض أنه لا يوجد أي جوانب مالية في هذه الفعالية كونه يعني كان الهدف الأبرز هو إنجاح حدث كهذا أتى بشكل مفاجئ على أبناء المدينة. ولكن تساؤلك كما هو سأنقله لرئيس اللجنة التحضيرية، وأعود لضيفي من حضرموت السيد عبد الهادي التميمي رئيس اللجنة التحضيرية. سيد عبد الهادي، يعني يتحدث ضيفنا سامي الكاف من العاصمة المؤقتة، هو يعني هل هناك عوائد مالية لهذه الفعالية يمكن أن يتم الاستفادة منها في أنشطة الشباب الرياضية في حضرموت في قادم الأيام؟ حياكم الله. طبعا وأقدر يعني وأثمن ما طرحه الأستاذ سامي الكاف. الحقيقة نحن يعني بطولة بهذا الحجم طبعا لا نستطيع أن ننظمها نحن بإمكانيات مثلا السلطة المحلية، أو لكن هي نظمت طبعا هذه البطولة من قبل شركة الياقوت الأحمر في المملكة العربية السعودية، وهي التي تكفلت بمصاريف هذه البطولة. بقي الجزء اليسير
الذي تحمله الاتحاد الدولي للملاكمة، وكذلك يعني السلطة المحلية تحملت جزء من التكاليف البسيطة التي لا كان لابد منها. طبعا لو كان البطولة حضرت لفترة طويلة كان ممكن نستفيد من الجانب الدعائي والإعلاني لو كان معانا كان وقت كافي، لكن هناك فوائد كبيرة نحن نعول عليها من هذه البطولة. كما قال الأستاذ دعنا في نقطة الفوائد المالية، هل هناك تحصيلات مالية حدثت في هذه الفعالية من خلال بيع التذاكر و يعني عائدات مالية حصلت من خلال هذه الفعالية بما تعود بالنفع على الأنشطة الرياضية في المحافظة في قادم الأيام؟ طيب قلنا أنه أولا الدخول مجاني لهذه البطولة، وكانت القاعة على مدار أيام البطولة ممتلئة عن بكرة أبيها بالجمهور الذي تفاعل وشجع وحتف بالروح بالدم نفديك يا يمن. كانت تظاهرة في الحقيقة مبهرة، من الكثير البعض بكى في القاعة حينما عزف السلام الوطني والكل كان يعني يهتف بالسلام الوطني. البطولة كانت ناجحة بحضور شخصيات بارزة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ومن شخصيات سياسية وشخصيات إعلامية أظهرت الوجه الحقيقي لحضرموت وهي تمثل جزء من المناطق أو من المحافظات المحررة والتي تنعم بالأمن والاستقرار. نحن نعرف بأن اليمن قد غيب عن العالم ونقلت عنه صورة مشوهة، اليوم تصححت هذه الصورة إلى حد ما. نحن زرنا الاستاد الرياضي الأولمبي بمرافقة الضيوف ومن ضمنهم كان ممثل الاتحاد الدولي، ونحن ننتظر إقامة يعني أشياء قادمة لا نود أن نذكرها في الإعلام حتى نتأكد منها. حبينا أن تكون عندنا بنية تحتية للشباب الرياضة عن طريق وجود مثل هذه الشخصيات، حبينا أن نفعل بعض الأشياء التي قد تم الاتفاق عليها وتوقفت نتيجة للوضع الأمني ووضع البلد. نحن نقول بأن أيضا أقيمت أثناء البطولة أقيمت بعض الفعاليات منها رياضية، مثلا دورة تدريبية عندنا الاتحاد اليمني للملاكمة فرع الوادي، وأقام فرصة وكان بوجود بعض الإخوان مدرب منتخب الوطني في الملاكمة ومدرب نادي شمسان كان موجود، وبعض الإخوان المرافقين له وعملوا دورة تدريبية لنا للناس الذين يعني هم موجودين معنا يعني أعضاء في الاتحاد اليمني للملاكمة. هناك معزوفة أو أوبريت يظهر ثقافة حضرموت واليمن أقدم في هذه الافتتاحية. هناك خيمة سياحية وتراثية أظهرت تراث اليمن وحضرموت تحديدا وعكست صورة جميلة والعاب شعبية. أتتصور أن يأتي لي واحد من اليونان أو من رومانيا أو من أي دولة أخرى غربية ونجده حامل العصا يلعب يعني لعبة الشواني، يعني هذه صورة جميلة. لو أرسلت صورة يعني لو أرسلت لك صورة أنه المعلق الدولي الروماني المشهور يعني كان غادر سيئون وهو يلبس العمامة اليمنية. نعم، إذن وضحت الصورة. سأعود لأناقش معك الكثير من النقاط، ولكن يعني ربما يعني الوقت لن يحالفنا، فقد تكرم بالبقاء معي سيد عبد الهادي، وأعود لضيفي السيد سامي. يعني لعلك استمعت لما قاله السيد عبد الهادي في مسألة الجانب المادي، ضيق الوقت وأيضا الحالة المعيشية للناس، يعني كيف سيتم تحصيل عائدات مالية من فعالية يعني التحضير لها لا يتجاوز 15 يوما، وأيضا الناس بأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية كيف سيتم بيع تذاكر وغيرها من القصص؟ ما أقصده الجانب المالي لا يتم حصده من بيع تذاكر. أنت الآن تتحدث عن يومين، يعني من الطبيعي أنك أنت لن تستطيع أن تجني المال المفترض من بيع تذاكر. بكم بتبيع التذكرة؟ بـ1000 ريال؟
يعني ما أقصده أنه ما الذي دفعه الاتحاد من إقامة هذه البطولة في هذه المنطقة التي ليس لها وجود ممارس للعبة، هذا واحد. ثانيا، ما الذي دفعته الشركة القائمة الراعية على هذا على هذه البطولة؟ هي منطقيا الآن استثمرت حضرموت واستثمرت قدرة الحضرمي في تنظيم بطولات حتى لو كان لديه وقت ضيق. نعم. إذن نحن نحيد الجانب الحضرمي في قدرته على إقامة واستضافة هذه البطولة. ما الذي دفعته هذه الشركة؟ ما الذي دفعه هذا الاتحاد الذي يعني أصر على إقامة بطولة في منطقة لا وجود لممارسين لهذه اللعبة؟ سيد سامي، هل تتوقع بشركة منظمة؟ أنا كسلطة محلية في الحضرموت، نعم، كان يجب علي السلطة، يجب كان عليها أن تضع هذه الأمور على طاولة الاتحاد المنظم لهذه البطولة وعلى طاولة الشركة الراعية لهذه البطولة. نعم. أنا سوف أستضيف وأقيم هذه البطولة، ما الذي سأجنيه لصالح حضرموت؟ نعم. ما الذي ستجنيها اللعبة؟ إذن سيد سامي، ستؤسس هذا الاتحاد؟ كيف ستؤسس هذه اللعبة؟ دعنا نركز على نقطة. تم استئجارها من محافظة عدن من أحد الأندية وهو شمسان. نعم. يعني شيء طبيعي الاتحاد على الأقل يعني ينظر إلى هذه الأمور. طيب سيد سامي، دعنا نركز على نقطة مهمة، هو في مسألة حتى اللاعبين الذين قدموا من دول خارجية سواء عربية أو أجنبية، كان هناك تحذيرات بعدم حضورهم إلى اليمن، وبالتالي يعني عدم رضا بإقامة هذه الفعالية، وما حدث هو كأنه نوع من التشجيع من هذا الاتحاد. وهل تتصور سيد سامي أن تقوم الشركة المنظمة أو الاتحاد بدفع مبالغ تفوق ما يتطلبه الوضع لإقامة هذه الفعالية؟ هو يعني بالكاد أن إن كانوا سيدفعون أموالهم سيدفعون ما يغطي هذه الفعالية وما ينجحها بالشكل السليم. طيب هنا تسأل طبيعي، لماذا أنت تصر على إقامة بطولة في منطقة لا ممارسين لها لهذه اللعبة؟ إذن أنت وراك هدف آخر من نعم. إقامة هذه البطولة بهذه الشروط غير الموضوعية ولا الذاتية التي تمتلكها هذه المحافظة. هو كيف يعني أصر أنا على إقامة هو البطولة؟ حتى السيد عبد الهادي يعني هو السيد عبد الهادي كما تحدث بأن الفعالية أيضا جاءت سياسي؟ كدعم وتشجيع أو مساندة للشرعية في يعني مسألة تطبيع الأوضاع وإظهار أن هناك نوع من الاستقرار تعيشه بعض المحافظات اليمنية، وجاءت الفعالية في هذا السياق. ما علاقة الاتحاد العربي الاتحاد الدولي لممارسة الملاكمة العربية بشأن سياسي؟ نعم، هذا اتحاد يمارس هذا ما نقلته من حديث ضيفنا. لا علاقة له بالسياسة. نعم، إذن هل ها؟ هذا ما نقلته من حديث ضيفنا السيد عبد الهادي. إذن سيد سامي ابقى معي، سنشرك معنا أيضا من سيئون، سينضم إلينا السيد علي باشعب مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة. سيد علي مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد علي، يعني كيف استقبلتم أو استقبل الشارع الحضرمي خبر استضافة هذه البطولة؟ في البداية نشكر قناة بلقيس لتسليط الضوء على هذه البطولة، بطولة القوة السعودية الإماراتية اليمنية. حقيقة الشارع الرياضي استقبل هذه البطولة بالفرح والسرور، وأدخل البهجة في نفوس شبابنا ورياضين وادي حضرموت بل محافظة حضرموت بشكل عام. هذه اللفتة الكريمة التي يرعيها رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، وبمتابعة وإشراف وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت. نعم، إذن هنا التساؤل الأهم، يعني ما الجدوى من إقامة هذه الفعالية بحضرموت كون المحافظة أيضا يعني ليست حاضنة لهذه البطولة؟ أو عفوا تصريح الرياضة اللعبة ليس أفضل، يعني هو تصريح هنا فقط، أنا كنت قلت البطولة هي الرياضة، يعني ما الجدوى من أن تستضيف حضرموت هذه الرياضة كون هذه الرياضة أصلا ليست متواجدة في المحافظة؟ و
والله نحن جاءتنا بناء على توجيهات اولا القياده السياسيه، ثم حقيقه لا توجد هناك ممارسه لهذه اللعبه، ولكن هي جاءت بما ذكر اخي وزميلي الاستاذ عبد الهادي التميمي من كل محافظه حضرموت المساعد. نعم. بان العمليه هي عمليه تطبيع الاوضاع في المناطق المحرره للجمهوريه اليمنيه. نعم. جاءت هذه البادره الطيبه التي حظيت بمتابعه كبيره وبجماهير عدد كبير من الجماهير التي اتطبت لها الصاله الرياضيه في مدينه سيئون. نعم، لماذا اقيمت في سيئون ولم تقام في المكلا؟ نحن استقبلنا الدكتور الهادي السديري في اول وصول له الى محافظه حضرموت في مطار سيئون الدولي، ثم اطلع على المنشآت الرياضية في مدينة سيئون، ثم تحرك إلى مدينة المكلا للاطلاع على المنشآت الرياضية. وصلنا الخبر بأن البطولة ستكون في مدينة سيئون بناء على التقرير التي أرفع من قبل رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية الدكتور هادي السديري. السلطة المحلية ورغم ضيق الوقت قبلت هذا التحدي أن يتم تنفيذ هذه البطولة في مدينة سيئون لتهيئة موقع الحدث وهي الصالة الرياضية صالة الشهيد علي عبيد معبد في مدينة سيئون، وتم العمل ليلا ونهارا حتى وصلنا إلى هذا النجاح بمساعدة جميع السلطة المحلية ووزارة الشباب الرياضة إضافة إلى المكاتب التنفيذية في وادي حضرموت. نعم، إذن ابقى معي سيد علي وأعود للسيد عبد الهادي التميمي رئيس اللجنة التحضيرية لهذه البطولة. سيد عبد الهادي، يعني هل هناك بطولات سوف نشهدها في قادم الأيام في حضرموت؟ ويعني ما مدى إمكانياتكم واستعدادكم لتنظيم فعاليات قادمة، وما الذي تحتاجونه؟ نعم، طبعا نحن في حوار دار بيننا وبين مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم. نعم. بخصوص افتتاح الأستاذ الأولمبي، ووعد بأن تكون تأتي بعض الأندية إلى الوادي، وهي أندية من خارج ربما حتى ليست عربية. نعم. ولكن نحن نترك الموضوع إلى حينه على أساس أنه ممكن يكون في أغسطس. هذا هي هذه واحدة من المكاسب ومن الأشياء التي نحن نعول عليها. نعم. يعني ردا على الأستاذ ثاني، بالإضافة. نعم. إلى أننا يعني تصور هذه واحدة من الإيجابيات، كنا نريد خبير دولي يعني تبع المنظمة الدولية لموضوع الآثار، يعني عندنا المدن التاريخية تحتاج وجود خبير دولي لبعض الأشياء، فكانوا يتعذروا بالجانب الأمني. الآن قالوا خلاص مستعدين ناتي، فقصدي أنه نحن نريد أن نخرج من العزلة التي وقعنا فيها لعدة سنوات. نعم. لابد أن تطبع الحياة، ونحن محتاجين الكثير من المنظمات الدولية التي تأتي إلى الوادي. البطولة طبعا بتساعدنا على انتشار مثل هذه اللعبة طبعا في الوادي. نعم. نتيجة بعد ما عرفوا قوانينها. هي ربما هذه البطولة سيد عبد الهادي هي ستشكل نوع من الحافز لدى أبناء المحافظة في ممارسة. نعم. هذه الرياضة، يعني ما الذي يعني سينعكس على الوضع الرياضي وأيضا فيما يتعلق بهذه البطولة على أبناء حضرموت، يعني بناء على ما حقق من إنجاز حاليا؟ أولا نحن الآن أثبتنا بأن الكادر قادر على تنظيم بطولات، هي ألعاب مختلفة بعيدا عن جانب التنظيم، عن جانب الرياضة هذه التي أقيمت في حضرموت والتي كانت غائبة ما قبل هذه الفعالية، ما بعد الفعالية؟ أيوة. هل سيكون هناك تشجيع وتنظيم يعني إقامة أندية ومختصة بهذه الرياضة وتشجيع الشباب في هذا الجانب؟ نحن قلنا أنه هذه واحدة من الأشياء من الفوائد. تصور أن الوادي لا يمتلك حلبة دولية. نعم. حلبة ما فيش في الوادي، مع أنه وجود ملاكمين لكن لا توجد حلبة. الآن هذه أشياء يعني نحن ننتظر أنها أن تأتينا بعض المدومات البنية التحتية للعبة والألعاب الأخرى حتى يستطيع الشباب أن يجد متنفس. نحن عندنا الملعب الآن الوحيد المعشب هو الأستاذ الرياضي الأولمبي. كان وعودات من الاتحاد الدولي بتعشيب بعض الملاعب من ضمنها ملعب الشهيد جواس، لكن الحقيقة يعني نتيجة الوضع اللي حصل في البلد
لم يفي بوعده الاتحاد الدولي. الآن ننتظر التنفيذ. نحن طرحنا الموضوع على ممثل الفيفا. نحن لا نريد أن نستبق. نحن رمينا حجر في الماء ونريد أن نرى يعني الفوائد تأتي في المستقبل. طبعا من الصعب الآن الحديث عن فوائد مباشرة، لكن هناك فوائد غير مباشرة أنا أعتقد أنها كثيرة. التاريخ سوف يذكر بأن أول بطولة يعني في حضرموت دولية هي من احتضنتها سيئون، بغض النظر هي في الملاكمة العربية. الملاكمة العربية تعتبر يعني تاريخها يعني يمكن بيقارب حوالي 40 عام منذ تأسس الاتحاد العربي للملاكمة العربية. هناك بطلين يمنيين في هذه المسابقة حتى نعرف بأنها هي تمارس في اليمن، وبطلين يمنيين، بطل آسيا من اليمن، بطل آسيا الذي يعني حافظ على لقبه من اليمن، وهو قد حصل على نفس البطولة في الأردن وفي عدة مناطق. هذه البطولة قيمت في أكثر من بلد عربي طبعا، ولهذا هذه واحدة اليوم الثانية في اليمن. الأولى كانت في 2013 والثانية هي في سيئون اليوم. جميل، وضحت الصورة. وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر. لضيق الوقت فقط نعتذر منك سيد عبد الهادي تميمي، الوكيل المساعد بمحافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء ورئيس اللجنة التنظيمية لهذه البطولة. شكرا جزيلا لك، وأعود لضيفي السيد سامي الكاف. سيد سامي، يعني عدن هي عاصمة الجمهورية اليمنية حاليا، ويعني مؤخرا الحكومة متواجدة فيها. ما الذي يعني أن تغيب البطولات الدولية التي يقترح اسم اليمن كي تكون بها، تغيب عدن وتحضر البطولة بمحافظات أخرى كحضرموت مثلا؟ طبعا عدن هي العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية، وطبعا هذا السؤال يعني سياسي بحت ويجب أن نسلط الضوء عليه من هذه الزاوية. طبعا الوضع في عدن طبعا يعني بحسب تقارير دولية يعني تسيطر عليه الحكومة الشرعية إلى جانب مكون المجلس الانتقالي الذي يفرض سيطرته العسكرية على عدد من المناطق. هذا الوضع لا يساعد بالتأكيد على إقامة بطولات تتطلب توفر استقرار سياسي من شأنه أن يفرض سلطة أمنية واحدة على هذه المدينة. الآن أنت لديك عدة تشكيلات عسكرية تتلقى تعليماتها من مصادر مختلفة بما فيها الشرعية. طبعا أنا مع مواقف سياسية واضحة، مع أن تكون كل التشكيلات السياسية المسلحة العسكرية ما أقصده تتبع الدولة. الدولة لدينا ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وهو الرئيس الشرعي لليمن. فأي تشكيلات عسكرية لا تتبع السلطة الشرعية وبالتالي هي خارج السياق، وبالتالي هذا الوضع في مجمله لا يساعد على استضافة بطولات رياضية تتطلب في المرتبة الأولى توفير بيئة أمنية صحيحة تساعد على إقامة هذه البطولات. أنت لو تلاحظ أن الوفد الذي أتى إلى المكلة وجد أن سيئون أفضل أمنيا من المكلف من حيث استضافة البطولة، فتم الاستقرار على استضافة البطولة في سيئون. طيب سيد سامي، مناطق لم يصلها الحوثي وأقيمت فيها يعني فعاليات رياضية أو في جوانب أخرى ونجحت هذه الفعاليات، هل يعني تحسب كأنها إنجاز للحكومة الشرعية؟ تتفق مع هذا الأمر؟ لما اسمع السؤال ممكن يعني أن تقام فعالية في منطقة لم تصلها ميليشيات الحوثي وتنجح هذه الفعالية، يعني تحسب كإنجاز للحكومة الشرعية، هل تتفق مع قولك هذا؟ شوف، شخصيا أنا ضد إقامة أي بطولات في الوقت الراهن ما لم يتم الحسم العسكري مع هذه الميليشيات الانقلابية. نعم، هذا أنا توجهي ورأيي. شفت،
فبالتالي أي إقامة بطولات الآن وأنت لا تستطيع أن تحسم العمل العسكري مع هذه الميليشيات التي انقلبت على الدولة في 2014، إذن لا مبرر عن الحديث عن قدرة نجاح من عدم قدرة نجاح اليمنيين في استضافات بطولات. جزء كبير من الأراضي اليمنية ما زالت فيها العمليات العسكرية مستمرة. إذن الطبيعي أنه يتم استضافة المناشط الرياضية والأنشطة الرياضية والبطولات في دولة مستقرة، مستقرة سياسيا وبالتالي أمنيا، نعم، في كافر أراضي هذه الدولة. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي سامي الكاف، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. وأعود لضيفي السيد نبيل، أو عفوا السيد علي باشعيب، مدير مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي حضرموت. سيد نبيل، يعني للأسف لاحظنا الكثير من الأصوات يعني تتحدث أو تمتعض من يعني إقامة فعاليات في حضرموت في هذا الوضع، وأيضا بمبرر أيضا عدم ميول أبناء حضرموت لهذه الرياضة وعدم تفاعلهم معها. موضوع الميول الرياضيين لهذه اللعبة، نرى أن هناك في إشارات بدأت في وادي حضرموت بين أوساط الشباب من خلال مشاهدة هذه البطولة. هي حقيقة أعنف من بطولة الملاكمة العادية، ولكن الشباب متقبلين هذا التنافس الشريف بين مناطق وادي حضرموت. الميول واضح، يعني بالنسبة للشباب أكيد يعني سيكون هناك تشكيلات جديدة لهذه اللعبة في وادي حضرموت بل على مستوى محافظة حضرموت، من خلال هذه المشاهدة، من خلال هذه الحوافز الكبيرة التي تلقاها أبطال هذه المسابقة. نعم، إذن ما الذي ينقص حضرموت اليوم في أن تكون يعني صاحبة الصدارة في ما يتعلق بالأنشطة الرياضية على مستوى الجمهورية، أو أن يحضر فيها النشاط الرياضي بشكل مستمر ودائم؟ نحن من خلال جماعة بلقيس التي دائما معودتنا على نقل الأحداث وبشكلها الجيد والممتاز، نوجه أن مناطق وادي حضرموت بشكل عام ومدينة سيون ومحافظة حضرموت بحاجة إلى بنية تحتية التي فقدتها في السابق. هذه المحافظة التي تدخر التي تورد لمخزينة الدولة أكثر من 75%، لا يوجد فيها ملعبا معشبا إلا بدأ تعشيب استاد سيون الأولمبي وملعب برادم. هذا ليس كافي في لعبة كرة القدم، نحن بحاجة إلى صالات رياضية، نحن بحاجة إلى ملاعب مع الشباب العدد من الأندية. هناك مناطق ومحافظات أخرى يعني حديثة للرياضة في اليمن بشكل عام، يعني فيها الملاعب المعشبة، فيها الصالات الرياضية، فإن حضرموت تفتقد، نقول نحن تفتقد لهذه المشاهد الرياضية والبنية التحتية لرياضة وادي حضرموت ومحافظة حضرموت بشكل عام. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيد علي باشعيب، مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي حضرموت، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا، قبل أن ننهي الحلقة نشاهد سويا هذا الاستطلاع. والله مثل هذه المناسبات اللي نشوف الحكومة الشرعية تدعو لملاكمة أو لأشياء فنية، فالأحرى بالحكومة الشرعية أنه تعرف أنه هناك ما زال وطن محاصر ويخضع لتحت احتلال جماعة الحوثي. أيضا أنه كمان هناك مؤسسات دولة يعني فقدت عملها، مكاتب تنفيذية، الناس بدون رواتب للسنة الخامسة. على سبيل المثال يعني كان الأحرى على حكومتنا الشرعية للأسف الخاضعة في الرياض أولا كإجراء أساسي أن تعود إلى أرض الوطن وتعيش مع المواطن نفسه. بطولة الملاكمة التي تقام في سيون باعتقادي أنها خطوة جيدة تقوم بها وزارة الشباب والرياضة. هذه رسائل تؤكد أن الشعب اليمني يرفض الحرب ويؤمن بالسلام، ولا بد من هذه الأنشطة في سيئون أو في جميع المحافظات المحررة أن تتزايد مثل ما هذه الأنشطة
لنرسم ابتسامة على وجوه الوطن الملم. إذن مشاهدينا هذا كان استطلاع من محافظة تعز حول الأنشطة الرياضية على مستوى الجمهورية، ونكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد ومنتج هذه الحلقة زميل ودي عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.